لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام، اليوم أيضا نقف على كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم مسألة من المسائل. هذه المسألة أيضا يعني تحدث في دنيا الناس، وحدثت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وعصره الزاهر. هذه الحادثة إخوة الكرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي جاء أعرابي وبال في المسجد، أنس يقول رضي الله تعالى عنه، يقول بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد. يعني الصحابة جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والأخ الأعرابي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، والصحابة الكرام جالسين معه، وهو اتجه على في زاوية من زوايا المسجد، وأمام النبي صلى الله عليه وسلم، لا دورة مياه ولا حاجة، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يتبول في المسجد. فهنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا له مهمه، يعني انتظر إيش قاعد تسوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إليه كيف تصرف، التصرف السريع جدا منه صلى الله عليه وسلم، يعني المصيب. فقال لهم لا تزرموه، دعوه لا تزرموه، يعني اتركوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا بوله، خلوه يبول، خلوه حتى يكمل بوله، وهذا في المسجد. انظر، يعني الصحابة تعجبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المهم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتركوه حتى يتم بوله، حتى يخلص بوله. فبعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضوان الله عليهم، يعني أمرهم بغسل البول، يعني فوق هذا بعد أيضا يغسلون البول. نعم، يغسلون البول. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل. هنا أخوتي الكرام بدأ العلاج. الآن هذا خطأ، الخطأ الذي وقع أن الأعرابي أو هذا الرجل مسكين ما يدري، يعني هو ما يعرف قيمة المسجد أو مقام المسجد. يعني بعض الناس يصل به الجهل إلى هذا الحد، ما يعرف قيمة المسجد. فيعني هو الآن ارتكب الخطأ، وهو أنه تبول في المسجد، والصحابة هموا بضربه، قاموا يضربونه، وبعضهم حاول يمنعه، يعني يقطع عليه بوله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، خلوه اتركوه حتى يخلص بوله ثم يقوم. فلما قام أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بدلو من ماء ويغسلوا البول، ثم استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر يا أخي الكريم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعالج. والله يعني الإنسان الذي يقرأ هذا أو يقف على هذا ويتدبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هالمسائل وفي غيرها، يعني يجد الخير، والله يجد. يعني وما أحوج الأمة يا إخوتي الكرام، ما أحوج الأمة إلى مثل هذا تقف عليه. الآن الأمة عندها أخطاء كثيرة، لكن أخطاء متراكمة ولا تجد من يحلها، وإذا تصدر لها من يحلها أساء إلا من رحم الله تعالى. المهم النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الرجل، قال له تعال. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، علمه أن هذا المكان اللي هو المسجد لا يصلح إلا للصلاة والذكر وقراءة القرآن، ولا يصلح لمثل هذا القدر. طبعا الأعرابي إخوة الكرام لما هم الصحابة بضربه خاف، وطبعا عصب، وبدت عنده العصبية ضد الصحابة. طبعا ناس يريدون أن يضربوك، لابد أن تقابلهم بنفس المقابل. فالصحابي الأعرابي لما هم الصحابة بضربه استعد، أو على الأقل أصابته العصبية ضدهم والبغض والكراهية،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم خفف هذا عنه فاستدعاه عليه الصلاة والسلام وأخبره وعلمه أن هذا المسجد أو هذا المكان لا يصلح إلا للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. فما كان من هذا الأعرابي إلا أن أعجب بخلق هذا الرجل الكريم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعجب بمعاملته، يعني انبهر كيف يعاملني وأنا تبولت في المسجد وهو الرسول، مع أن صحابته يريدون يضربوني، يريدون أن يعتدوا علي، يريدون يقتلوني لأني تبولت في المسجد. فيعني الأعرابي يعني انبهر من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وانبهر من ردة فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قابل هذا الإساءة هذه الإساءة بهذا الإحسان. علمه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه ومنع الصحابة من أن يضربوه وأكرمه. فما تمالك هذا الأعرابي نفسه إلا توجه إلى ربه داعيا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحموا معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحموا معنا أحدا، لأنهم يعني لا ترحم معنا أحد من الصحابة لأنهم يريدون يضربوني، والضرب الضرب يكسرون ضلوعه ويكسرون عظامه ويقتلوه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الدعاء المبارك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أخ العربي، يعني ضيقت رحمة رب العالمين الواسع، لقد ضيقت يعني حجرت واسعا. فانظر أخي الكريم إلى علاج النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا الخطأ، كيف كانت ردة فعل هذا الإنسان، وكيف الخطأ ذاك الكبير كيف تحول إلى 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 مكسب كبير. أخوتي الكرام، ماذا لو بال الإنسان الآن، أي إنسان بال في المسجد، إيش تتوقعوا من 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 أهل المسجد؟ يضربوه ويسيء إليه، وقد يعني يسفه أحلامه، وقد يلاحقه إلى بيته، وقد يذهبوا به إلى 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 المخافر الشرطة أو إلى مراكز الشرطة، وإلى إلى 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 المشاكل والمحن لأنه تبول في المسجد. لكن انظر إلى معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر أخي الكريم لو الآن يعني الآن نحن نعاني في المساجد، مثلا نعاني يعني لو بال واحد في المسجد الآن مصيبة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ليست مصيبة، حل المسألة خير إن شاء الله. إنسان ما علم، إنسان جاهل، مثل الآن الطفل، مثلا بعض الآباء اللي يأتون بأطفاله في المسجد، طفل لا يعرف قدر المسجد أو مقام المسجد، وإن كان يعني ينبغي للأب أن يزن هل الابن هذا يعرف مقام المسجد أو مقام يعني أو ما أو يجهل مقام المساجد. بعض الآباء لو أتى بولده وبال الولد الجاهل، البلد الصبي الصغير، بال في المسجد، تجد أهل المسجد وتجد بعض المسؤول وبعض يعني على المساجد، أو تجد بعض الذين يعني يداومون على الصلاة في المسجد يلومون هذا الأب ويوبخونه ويتكلمون فيه، وقد يعني يتكلمون فيه الكلام كثير، وقد يمدون يدهم والعياذ بالله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصرف هذا التصرف. يعني نحن في المساجد إخواني نعاني من كثير من الأمور مثل هذه المسألة. يعني بعض الذين مثلا بنى له الله تعالى جزاه الله خيرا، بنى له يعني بنى مسجدا لله، وجلس فيه للأسف بعض الناس الآن يتصرفون في المساجد، يبني مسجد ويجلس فيه أميرا: لا تفعلوا كذا، لا تقدموا، لا تؤخروا، قولوا، لا تقولوا، اقرأ، لا تقرأ، لكل الإمام خف الصلاة، قصر الصلاة، لا تقرأ بطوال السور، لا تقرأ بهذه الآيات الطويلة، وهكذا. وخاصة في رمضان يعني بعض الناس الذين يعني يريدون حتى أنه في المسجد يعني مثل الأسد جالس للناس يخوف الناس: هذا المسجد مسجد فلان ومسجد فلان. ما ينبغي هذا، أنت عملت عمل لله عز وجل، بنيت بيتا لله تعالى، لا تخرج هذا العمل للناس، لا تظهر، حتى لا تظهر نفسك أنت صاحب المسجد أو أنت الذي بنيت المسجد، ولا تفعل هذا الفعل كله. بعض الناس يبني مسجد كما قلت لكم ويتدخل في كل كبيرة وصغيرة، مع أن الحمد لله المساجد لها شؤون ولها إدارات ولها وزارة ولها إدارات قائمة عليها من الألف إلى الياء، متكفلة بكل شؤون المسجد. أنت بنيت المسجد جزاك الله خيرا، ابتعد، ليس لك إلا الأجر إن شاء الله عند ربك عز وجل. لا، البعض يجلس في مسجده: أنا الذي بنيت المسجد، وأنت لا تفعل كذا، ولا تغلق كذا، ولا تفتح كذا، وأنت يا إمام، وأنت يا مؤذن، وتعليمات وإرشادات وأحيانا توبيخات، وهذا لا ينبغي.
لا ينبغي. هذا والله في كل أنحاء العالم الإسلامي بعض الذين يعني ابتلوا بهذا البلوى. بعض الناس أيضا يعني إذا يعني داوم في مسجد من المسجد أيضا من المساجد أيضا تجده يتدخل كثيرا في شؤون المسجد، في التبريد وفي نظافة المسجد، إلا إذا كان يحتاج المسجد إلى نظافة لا مانع بالأسلوب الحسن، لكنه بالزجر والتوجيه والأوامر والنهي وهذا يعني كأنه هو وزارة الأوقاف أو كأنه هو الوزارة، يعني هذا تعرضنا له كثير. يعني حتى بعض الناس يتدخل، لماذا تصلي هنا لماذا لا تصلي هناك، يعني من التدخلات اللي ما يعني من اختصاص وزارة الأوقاف، من اختصاصات شؤون المساجد. فيعني على الإنسان إخواني أن يعني يتقي الله ويشكر الله تعالى أن هيئ له هذا المسجد أو بنى له، أعطاه الله تعالى هذه النعمة. فيعني هذا الذي يصير المطلوب إخواني، المطلوب أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حدثت هذه الحادثة في المسجد، نقتدي به صلى الله عليه وسلم. كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ يعني لو تبول الصبي يغسل بول الصبي ثم يقال للوالد أو لوالده بالأسلوب الحسن وبالكرامة وبالكلام الطيب وبالمودة، يعني خذ بالك من الطفل، مثل الطفل هذا الصغير يعني لا ينبغي أن تأتي به المسجد لأنه لا يدرك مقام المسجد وشأن المسجد وهذه البقعة المباركة. يعني لا تكدر على الولد أو لا تكدر على الوالد، مع أن إخوان نحن مأمورون بأن نأمر أبناءنا بالصلاة لعشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لعشر لسبع واضربوهم عليها لعشر. يعني مأمورون بأن نأمر أبناءنا بالصلاة لسبع سنوات ويضرب الولد عليها لعشر، يعني يضرب ضرب غير مبرح، الضرب العادي الذي ينبهه لينتبه للصلاة فقط. فنحن مأمورون شرعا بأن نربي أبناءنا على المساجد، تعظيم المساجد والصلاة في المسجد وحضور الجماعة، هذا مأمور به الإنسان. فنحن إذا يعني تعاملنا مع الأبناء بهذه الصورة يعني القاسية، فإن الولد سوف يكره الصلاة وسوف يكره المسجد ويكره أهل المسجد، والعياذ بالله قد يكره الإسلام. فلا ينبغي إلا أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى الثمار الطيبة. أبناءنا يا أخواني، والله أبناؤنا اليوم نحن وأبناؤنا في أمس الحاجة إلى التربية الدينية، التربية الإسلامية، تربية المسجد. نريد أن نحبب إليهم المساجد، نريد أن نحبب إليهم الصلاة. صلاة المساجد غير عن صلاة البيت. صلاة المسجد فيها انضباط وفيها خشوع إن شاء الله، وفيها متابعة للآيات وللإمام، وفيها هيبة المسجد ومكانة المسجد وكرامة المسجد. فكل هذا يعود على الصبي. وإذا أخوان الكرام يعني أقول بتربية المساجد أو التربية الإسلامية أو التربية الدينية، إذا تربى الإبن على المسجد وعلى هدي الله ورسوله، فإنه بعد ذلك يوفقه الله تعالى إلى خير الدنيا والآخرة. يعني كما نسمع ونعرف ورأينا، الذي يحفظ القرآن تجده من أنبغ الناس في العلوم الأخرى، العلوم الدنيوية. الذي يتربى في 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 جلسات القرآن وفي المساجد يكون من الموفقين، يحفظ، يكفي أن الله تعالى يحفظه أنه محافظ على أمر الله ورسوله، على الصلاة. كم من الفوائد العظيمة الذي يجنيها الإنسان في المسجد، يعني مش ذهابه إلى المسجد ورجوعه أجر وعافية له ولوالديه اللي رباه وعلماه. أنت أيها الوالد، أنت أيتها الوالدة محتاجة إلى ولد صالح يدعو لك، والولد الصالح يتربى وين؟ يتربى في المساجد، ولك أجره إذا ربيته على المساجد. فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأمور، معالجة الأخطاء، حتى تعود علينا هذه الفوائد المباركة وهذه الثمرات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.